خطوة قدام خطوتين ورا. مسافر وتايه على فين يا ترى؟ لحد ما شفت اللي بيرشد لي خطواتي، غير لي مسار حياتي. يسوع اللي دور عليا والدم قلبي اشترى. اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم خطوات على الطريق، ويشرفنا النهاردة أن يكون معنا شخص عزيز علينا قوي قوي قوي، وعلاقة كبيرة من زمان في الخدمة ولا سيما في الدلتا، كنا مع بعضينا والحقيقة قلبه ملتهب. جناب الأسيس عادل كامل بقطر، هو بيلقب بعادل بقطر دايما قدامنا، وهو الأسيس المسؤول أو الخادم الأسيس في مجمع الدلتا هناك، وليه خدمة تانية كبيرة، مركز فاير هارت للتنمية البشرية في مصر وفي جورجيا دلوقتي كمان، والله يقدر يستخدمه، والمركز ده هيبقى مركز كبير للتنمية البشرية، وهيبقى معنا في حاجات ويمكن يقدم لنا حلقات علشان التنمية البشرية في الأيام اللي جاية. ربنا يباركك استخدمك. أهلا بك يا جناب الأسيس عادل. أهلا وسهلا، مشرفنا النهاردة في القعدة والرب يباركك. والموضوع اللي هيكلم فيه جناب الأسيس عادل الموضوع جميل قوي، انا بساله بقول له خطوات، لقيته جايب حاجات حلوه قوي قوي. المره دي هنتكلم عن خطوه مكانيه، وبعد كده يمكن نتكلم بعديها في برنامج في حلقه تانية عن خطوه زمنيه، لكن الخطوه المكانيه دي خطوه وفي مكان. واشهر ملوك يهوذا او ملوك اسرائيل او شعب الله، ملك عظيم كان اسمه حزقيا، هناخد خطواته، وجناب الاسيس هيقرا لنا دلوقتي العددين المختصين بهذا الموضوع. بس عاوز اللي يقعد معانا يلتفت ويخلي باله احنا بنقول ايه وعلشان ايه والهدف ايه، دي اهم حاجة عندنا في برنامج خطوات على الطريق. فضل يا أستاذ عادل اقرانا الايتين. خلونا نقرا ايتين من سفر اخبار الايام الاول اصحاح 30 وعدد 8. الآن لا تصلبوا رقابكم كآبائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد، واعبدوا الرب إلهكم فيرتد عنكم حمو غضبه، لأنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يسبونهم فيرجعون إلى هذه الأرض، لأن الرب إلهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه. الله، مين اللي قال الكلام ده؟ الكلمات دي والدعوة دي كان قدمها حزقيا الملك. ملك وبيقول لهم الموضوع ما فيهوش غير حل واحد، ان احنا نرجع للرب الهنا. بالظبط. وانتو الملك ده كان نشيط قوي قوي. كلمة حزقيا نفسها معناها ايه؟ هو يعني حزقيا حزقيا اسم واحد من ملوك مملكة يهوذا او اسرائيل القديمة او مملكة يهوذا اسف. وهو اسم، معنى الاسم بالعبري بمعنى قوة الله او الله قوة. والحقيقة انه دايما بنلاقي انه الاسماء مرتبطة باحداث معينة في حياة الاشخاص. فلو تأمننا مع بعض وشوفنا هنلاقي انه حزقيا اللي هو كان بيملك على يهوذا من ابن 25 سنة، وده سن القوة، وازاي الرب يعني ما ملكش هو صغير زي التانيين كبير؟ لا، كان ابن 25 سنة وقت ما اخد سن قانوني تقريبا يعني. بالظبط. بالظبط. ده سن القوة، قوة الشباب. والرب استخدمه فعلا في نهضة وقوة واصلاح كبير جدا في حياته. هو حزقيا مين حزقيا؟ احنا قلنا انه ملك. حزقيا فصله وفصله. حزقيا هو اساسا ابن لملك.
وكان ابوه في البدايه اسمه يهو احاز، ولكن بسبب انه يهو احاز صار بعيد عن طريق الرب وعمل الشر فاصبح اسمه احاز فقط، حذف اسم يهو الله منه واصبح اسمه احاز. احاز بمعنى ملك. فكان الأول الله يملك يهو أحاز، لكن لما هو ترك شريعة الله أصبح اسمه ملك فقط أحاز. وجي ابنه حزقية اللي مشي في طريق مختلف تماما عن طريق. إزاي أنا عايز أوصل هالحتة دي؟ أنت قلتها لي دلوقتي زنقتني. اتفضل. حزقية قوة الله، شخص عظيم، وهنعرف عمل إيه دلوقتي. يبقى ابن مين؟ ابن يهو أحاز. أحاز قلنا عليه أنه بعد عن طريق الله. بالضبط. هل يهو أحاز ده كان مع الله في البداية؟ طبعا أكيد في البداية مدامي الله يملك. الله الملك بقي يهو أحاز ملك بدل الله. بالضبط. وعمل الشر. تقصد من الكلام ده أن في مؤمنين كتير بيرتدوا؟ هي مش فكرة ارتداد، لكن احنا عارفين طبعا انه كان كل ملك من ملوك قديما كان لابد انه يلتزم بالشريعة ويتمسك بشريعة الله ويسير بحسب كلمة الله. تمام. فكان بعض الملوك بسبب الغرور والغنى وبسبب الخطية والجيران والأصدقاء وبسبب احتكاكهم بالشعوب الأخرى يتركوا الشريعة ويمشوا بعيدا عن الله. فأحاز كان بدايته طيبة لكن انحرف بعيد عن طريق الله، عشان كده الله لم يرتضي انه يكون اسمه يهوى مرتبط به فاصبح اسمه أحاز فقط. لكن ابنه حزقية ابن 25 سنة اللي الرب استخدمه بكل قوة، وده بيورينا حاجة مهمة جدا حضرتك. انه ممكن في عصر من العصور يكون الخطية سائدة والفساد والشر، لكن الله ما عندوش مانع انه يستخدم حتى من الجيل الجديد، انه من يصنع نهضة جديدة واصلاح جديد في حياة الشعب، يخرج من الاكل اكلن بالظبط الجافي حلاوة. يعني انا بستغرب في مؤمنين كثيرين الايام دي في بعضهم عن الله اولادهم، لكن نبص نلاقي نندم ونزعل ليه يا رب الشخص ده، بعدها نبص نلاقي طلع ولد فلتة كده منه او طلع حد غريب غيره بالزبط. من قلب الحتة الصعبة اللي كانت في حياة المؤمن يطلع منها ثمرة زي الثمرة دي. يعني هل من أحاز دلوقتي، بلاش يا أحاز، هل من أحاز يخرج حزقية؟ هل من أحاز وتربيته ببيته وعياله وانحرافه وبعده عن الله يطلع حزقية الذي يعتمد على الله تماما؟ ده شيء عظيم. فأنا بطمن المؤمنين او بكلم الناس انك اذا صليت او اذا اخرجت او اذا ربيت وعملت وانت مؤمن ولادك او ولاد ولادك، وده في مرة تنبأ النبي عن واحد جاي بعد كذا هنقول عنه يمكن المرة الجاية في الحلقة الجاية التعيشية، انه يعمل ويهدم ويهد ويبني بالزبط. وتنبأ عنه الرب انه هيعمل كده من زمان بالزبط. ودي بتورينا ان الله ثابت في موعده معانا والى الجيل الرابع والى الجيل العاشر ويقدر يكمل. فحزقية ده دلوقتي ايه اللي انت شايفه في الحلقة دي في المكان؟ عمل ايه حزقية؟ ايه العمل اللي كان قايم بيه حزقية؟ هو لو حضرتك ركزنا شوية وشفنا انه ارتباط، انا ليه سميتها خطوات مكانية، وكلمة خطوات مكانية مرتبطة بالمكان. تمام. انه حزقية على الرغم انه نشأ في بيت فاسد والاب بعيد عن الله، لكن الله لما بدأ يدعو حزقية ويستخدمه بكل قوة في السن 25 سنة ابتدى حزقية يعود بيت الله، ومن بيت الله من بيت الرب كانت نقطة انطلاق النهضة والتغيير في حياته وحياة الشعب كلها. عشان كده انا ربطتها بخطوات مكانية، انه مرات يكون المكان ليه تأثير وفعالية في حياة التغيير للإصلاح. تقصد المكان اللي هيعيش فيه او يبدأ فيه او يشتغل منه؟ مش بس فكرة المكان اللي بعيش فيه، لكن الارتباط المكان هنا اللي هو بيت الله. يعني احنا ما نشوف هو عمل ايه، ده يجيبنا لسؤال عمل ايه. بنشوف انه اهم حاجة بدأها حزقية في صح 29 عدد 3 انه يقول الكتاب عنه انه فتح ابواب بيت الرب. ودي حتة مهمة جدا، انه بداية الانطلاق لخطوة جديدة في حياته وحياة الشعب هي من المكان ده، من بيت الرب. فتح ابواب بيت الرب ليه؟ لانه ابوه أحاز كان قفل بيت الرب وكان هدم مذبح بيت الرب، وكان بيت الله ملوش مكانة في حياته ولا في حياة الشعب. لكن حزقية اخذ الخط المختلف، انه فتح بيت الرب وبدأ يدخل الكهنة لبيت الرب، وفي صح 30 عدد 1 انه بدأ يرسل يجمع الشعب كله لبيت الرب.
يبقى نمرة واحد بيفكر في فتح بيت الرب بالزبط. وده بداية الحياة والمكان والزمان المكان اللي يقدر يعيش فيه بالظبط. كمان جاب الناس على بيت الرب فلم ناس كتيرة قوي وعمل لهم اجتماع في بيت الرب بالظبط. دي خطوة من الخطوات اللي كان بيخطوها حزقية وأعمال صالحة جميلة تقدر تبني مملكة وتبني بيت تبني عيلة. ودي بتقودنا لحتة مهمة جدا حضرتك يا دكتور انه واحنا عايزين تغيير في حياة الشخص او في حياة او اصلاح في المجتمع لازم نرجع لمحضر الله لازم نرجع لبيت الرب. احنا دايما عايزين انا عايزك تديني كلمة بيت الرب دي عايزين نفسرها شوية. بيت الرب ده مكان بيت الرب طبعا ينفع فين؟ بيت الرب طبعا في العهد القديم كان بيمثله هو الهيكل في أورشليم وده كان مرتبط بحضور الله وبالعبادة. أيوة الحتة اللي انت بتقولها دي مهمة جدا. بيت الرب هو المكان الذي يحضر فيه الرب بالزبط. يعني مثلا يعقوب مرمي في الجبل بالزبط. قال ما هذا إلا إيه إلا بيت الله. طب كم في كم حيطة البيت ده؟ لا ما هو ده المفهوم اللي احنا أيوة. لازم نفهمه ده المكان. بيت الله مش مكان مش حضان. وده يمكن حضرتك لو احنا كنا انتظرنا شوية كنت هتكلم عن الفكرة هل المكان بس مكان فعلي ولا مكان معنوي. يعني انت تقصد حرفي ولا معنوي؟ حرفي ولا معنوي. لا في مكانة حرفية وفي مكانة معنوية. تمام. يعني الله لما مثلا نادى آدم قال له آدم أين أنت؟ هو الله ما كانش يقصد المكان الحرفي. مش معقول الله مش عارف آدم مش عارف فين يعني الجنة فين. صحيح انه آدم بيقول له انا خلف الشجرة سمعت صوتك فخشيت. وكذا مرة الرب يقول له مثلا اخلع نعلك الارض مقدسة. يبقى الحتة دي فيها مين؟ فيها ربنا. يبقى دي مكان وارض رغم انها في وسط الارض التي منجسه او تعبانه او ملعونه زي ما قال الكتاب بالزبط. لكن في وسط الارض الملعونه توجد اماكن مقدسه لان الله موجود فيها. مش كده؟ فهو تقديسها حضور الله. سبب تقديسها هو حضور الله. ايه الخطوات اللي قام بها عشان يصلح الامور دي؟ هو الحقيقه انه احنا قدام تقرير في موجود في سفر اخبار الايام في منتهى الروعه واستراتيجيه رائعه جدا لاحداث تغيير ونهضه حقيقيه في حياه الكنيسه وحياه المجتمع كله. معلش اقطعك، انا عايز اقول دلوقتي الخطوات اللي بتتكلم عنها انا عايز كل اسيس وكل اخ وكل مؤمن يلتفت الى هذه الخطوات، لان كنت عايز تبني بقى مكان جديد او تعيش في قداسة مع الرب او تبدا خطوه حلوه تصلح بها امور كتيره. تعالى اسمع بيقول ايه جناب الاسيس. لما احنا نرجع لاصحاح 29 وصحاح 30 هنلاقي انه في خطه رائعه جدا وضعها حزقية من خلالها قاد الشعب لاحداث نهضه. النهضه دي موجوده في اصحاح 29 عدد في اخر الاخير في اخر عدد منها يقول انه في حدث امر فجائيا وهذا الامر اللي حدث فجاه فجائيا ده احدث فرح كبير جدا في حياه الشعب. يعني قصدك النهضه دي ابتدت على غفله كده؟ ابتدت غفله. هو بيقول كده بص لان الامر كان بغتة اخر حاجه في الاصحاح. يعني الامر ده ما كانش متوقع ولا كانش حد يقدر يعرفه. طبيعي يعني احاز ان هو الشرير ده كله ايه ده ازاي يجي التغيير فجاه وبغتة وبسرعه بالزبط. ده دليل على ان الشخص ده بدا بدايه او خطوه اساسيه كان عارفها من قبل الرب وقدر يقابل الرب فيها ويقابل الشعب فيها. وده بيدينا نوع دايما من الرجاء والامل انه حتى لو احنا شفنا المجتمع اللي حوالينا في فساده وشره ده ما يديناش احباط ويأس ان الله مش بيعمل. لا الله هيعمل. وفي امور الله بيصنعها نهضات وحركات قويه روحيه بيحدثها واشخاص مرات يرسلهم في ازمنه الله بيفتقد بيها شعبه. لما نرجع بقى للخطوات اللي نادى بيها حزقية الملك، لما نرجع للآيات اللي احنا قرناها في إصحاح 30 عدد 8 و 9 هنلاقي انه في خمس خطوات مهمين جدا. والخطوات دي زي درجات السلم بناخدها واحدة بعد التانية صعودا. يعني اول خطوة في عدد 6 انه قال للشعب ارجعوا. وهنا بيناديلهم بالتوبة والرجوع. واحنا لو عايزين تغيير حقيقي في حياتنا وفي مجتمعنا وفي كنيستنا لابد علينا ان احنا نرجع للرب. نرجع للرب ونتوب توبة حقيقية. وده برضو اللي عايزين نركز عليه قوي في أيامنا الحالية والمعاصرة انه احنا في مجتمع محتاج انه كل انسان وانه كنيسة الله ترجع بتوبة حقيقية امام الله. بيقول لهم كده ارجعوا للرب.
الخطوة الثانية والآلة حزقية أنه قال لهم كده في عدد 8 اخضعوا اخضعوا ولا تصلبوا رقابكم كأبائكم. أنتوا أبائكم في القديم كانوا بيصلبوا رقابهم وكانوا معاندين لله ولصوت الله حتى لدرجة أن هم في البرية لما عندوا صوت الله يقول الكتاب كده أقسمت في غضب أن لا يدخلوا راحتي بسبب عنادهم. أيوة. وخسروا كتير بسبب عنادهم طبعا. لكن هو بيدعوهم هنا انه لازم يكون في نوع من الخضوع خضوع امام الله وامام وصيه الله وامام الشريعه مره اخرى. هو عايز اقول لهم زي ابويا وابوكم لا تكونوا كابائكم لاخواتكم الذين خانوا الرب. بالظبط. انا عايز ابقى غير كده. بالظبط. فاول خطوه شفناها هي الرجوع. أيوة. بالتوبه والخضوع. الخطوه الثانيه اللي هي الخضوع بالتسليم للرب. الخطوه الثالثه بنشوفها انه يقول لهم ادخلوا. وهنا نشوف بقى فكرة المكان. ان الرجوع والخضوع مرتبطين بالدخول لمحضر الله. بيقولهم كده لو رجعنا للآية تاني بيقولهم كده ادخلوا الى محضره او ادخلوا مقدسه الذي قدسه الذي قدسه الى الابد. ادخلوا مرة تاني لمحضر الله. لو احنا عايزين فعلا تغيير حقيقي في حياتنا وتغيير في المجتمع بتاعنا التغيير ده هيبدأ برجوعي انا اولا. كان في عبارة مشهورة جدا لواحد اسمه تولستوي ده واحد من زعماء التنمية كان بيقول انه ايه انه الكل يريد التغيير ولكن ننسى ان التغيير يبدأ بانفسنا اولا. كل يريد تغيير العالم ولكن تغيير العالم بيبدأ بنفسي. فلو أنا رجعت وخضعت أمام الله ودخلت لمحضر الله بيقول لهم ادخلوا في عدد 8 ادخلوا إلى مقدسه الذي قدسه الرب. إيه سبب نكسة يعقوب وأسرته؟ أنه كان بعده عن محضر الله. إيه سبب كارثة مرات كتير في حياة الشعب قديما؟ هو بعدهم عن محضر الله. لكن وإيه سبب برضو الأحداث المتتالية بكوارث في حياة الكنيسة في وقتها المعاصر؟ هو بعدها عن محضر هو الله. الذي يبعد عني يضر نفسه. كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. فالخطوة الثالثة هو أنه كان بيناديهم بالدخول لمحضر الله. عودوا مرة تاني وادخلوا لمحضر الله. الخطوة الرابعة من الخطوات اللي نادى بيها حزقية هو أنه مش بس تدخلوا لكن كمان أعبدوا أعبدوا الرب. ولما اتكلم عن العبادة هنا ما اتكلمش بس على مجرد اني بعمل بعض الممارسات في العبادة او بعض الطقوس لكن العبادة النقية من كل القلب. عشان كده قالوا ايه اعبدوا الرب الهكم فيرتد عنكم حمو غضبه. يعني لما ترجعوا بتوبة حقيقية وعبادة صادقة الله هيرجع مرة تاني اليكم هيعود مرة تانية. يعني ربنا غضبان على اللي ما بيعملش ما بي ما بي ما بي ما بيعبدش الرب. العبادة لله هي أسمى وأعظم عمل بيعمله الإنسان. بطيب قلبه مش كده بتعززه. لأنه أنا لما بقدم حياتي وبقدم تسبيح وبقدم وقت بعبد فيه الرب ولما بقدم كياني للرب أنا بقدم ذبيحة مقدسة للرب. في رسالة رومية صح 12 بيقول الرسول بولس كده أنه إحنا لابد أن نقدم للرب عبادة. ويقول كده أنه عبادتكم العقلية لا تشكلوا أبناء هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد إيه؟ أذهانكم. لو حبينا نشوف الخطوة الخامسة من الخطوات اللي نادى بيها حزقية وهي قال لهم اذكروا. يبقى اول حاجة ارجعوا توبوا. تاني حاجة اخضعوا. أيوة. اخضعوا بتسليم كامل لله. الحاجة التالتة الدخول لمحضر الله للتواجد في محضر الله. الحاجة الرابعة هي العبادة عبدوا الرب. لكن في عدد 9 بيقول لهم حتة مهمة جدا يقول لهم اذكروا اذكروا اخواتكم. اذكروا. من اكبر الامور الصعبة في حياة البشر هو ان احنا بننسى. مرات كتير امام الاحداث المختلفة وامام الظروف والضغوط بننسى الرب وبالتالي بننسى اخواتنا. بننسى الاخرين. لكن هو لما بيقول لهم كده ارجعوا للرب بالتوبة والخضوع وبكده انتوا مش بس انه انتوا بتفتكروا الرب وتتذكروا الرب لكن كمان بتذكروا اخواتكم. فبقول لهم لانه برجوعكم الى الرب يرجع اخواتكم وبنوكم يجد اخواتكم وبنوكم رحمة امام الذين يسبون. يعني احنا شايلين الرحمة من اخواتنا كده.
احنا ببعدنا عن الله احنا سبب الكارثه، وعدم عبادتنا للرب وخضوعنا للرب بالظبط بنأثر في اللي حوالينا. زي بطرس كده لما قال لهم انا ذاهب لاتصيد، راح واخدهم كلهم معاه تاني، ذاهب وخد معاه مجموعه. لكن لو بنعبد وقاعدين قدام الرب صلينا لهم لاجلهم هيرجعوا. شوف انا عجباني الكلمه، لانه برجوعكم للرب ايه اللي هيحصل؟ يجد اخواتكم وبنوكم. بالظبط. مين عايزه؟ احنا بنشتغل عشان ولادنا مش كده، وبنكافح. بالظبط. لما نرجع للرب ولادنا هيحصل لهم ايه؟ هيلاقوا الرحمه دي. ربنا عنده رحمه، عنده. امتى يجيبها؟ لما احنا نبقى في رجوع للرب. مفتاح الرحمه الالهيه الرجوع في ايدينا احنا. برجوعنا. وده بيتوافق معاه لما بطرس الرسول وقف في يوم 50 وقال كده، وبعدين في عظته الاخرى يقول ايه؟ يقول كده انه توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وبعدين يحصل حاجه وتاتي اوقات الفرج من وجه الرب. يا سلام. يعني البركات بتيجي بالتوبه والرجوع. واذا كان احنا بنشكي انه ما فيش رحمه في العالم، انا السبب. احنا المؤمنين، احنا ككنيسه وكمؤمنين السبب. يقول كده في ختام الايه ديت: فيرجعون الى هذه الارض لان الرب الهكم حنان. يعني اخواتهم متشتتين بره، متشتتين، وهيرجعوا لما يلاقوكم رجعتوا للرب. بالظبط. يبقى الخطوه الاولى ليا انا ان ارجع، وبعدين اعمل ايه بعد ما برجع للرب؟ اخضع، وبعد ما اخضع ادخل مقدسه، وبعد ما ادخل مقدسه اعبده، وبعد ما اعبده كمان هفتكر حاجه بقى وانا بصلي، افتكر اخواتي وعيالي الاخرين او بيتي. ودي دعوه لكنيسه الرب، مش انها بس تدخل عشان تصلي، لكن دعوه الرب للكنيسه انها تخرج خارج الكنيسه. ايوه. احنا تحولنا الوقت من الاوقات انه بس عبادتنا دقاخ داخل الكنيسه، وانه محضر الله هو الجدران والحيطان اللي بنزينها واللي بنفخم فيها واللي نهتم بشكلها. لكن الرب مرات يقول لا، انا عايزكم تطلعوا، مش مرات بل هو دعوته اساسا اذهبوا الى العالم وكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. امال حكايه المكان دي برضو مهمه. طبعا. ايه المكان؟ يعني لازم المكان. المكان ليه أهمية كبيرة جدا أمام الله. يعني أنا قعدت أفكر مرات كتير لما وقت ما سليمان بنى الهيكل، وبعدين لم الناس وبعدين قال له كده إيه، إنه المكان ده اللي أنت اخترته يا رب، وإنه إذا الشعب رجع وتاب ونظرته في هذا المكان أنت يا رب تعود فترحمه. فكان بالنسبة في القديم انه المكان دوت مهم قوي، لانه ده اللي فيه بنلتقي مع الله. واحنا اذا كنا عايزين تغيير فعلا في حياتنا وناخد خطوات ايجابية في حياتنا، لازم نرجع لمحضر الله. يعني يسكن الاخوة ما عندي بقى هنا، هو زي ما اجمل وما احسن ان يسكن الاخوة هناك امر الرب، وهو جاي البركة مش كده ليه؟ بالظبط. فالمكان كان هناك القعدة اللي هيقعدوا فيها مع بعض سكن. أيوة. يعني ما كانش عباده وقتها، لكن اصلا عشان ساكنين مع بعض هنعمل ايه؟ هنعبد. عشان بنعبد هنفتكر اخواتنا، والسكن ده والمكان ده، عشان كده بيوت المؤمنين وبيوت القديسين تعتبر بيوت الرب. ايوه. وخدمه الرب فبتجيب بركه. وحضرتك ده تحقق لما نرجع لسفر اعمال الرسل، انه يقول لما كانوا يجتمعوا معا ويصلوا، انه الروح القدس يحل وينسكب عليهم. انه لما صلوا امتلأ المكان، امتلأ الجميع بالروح القدس. طب في حاجه تانية، هو المكان يعني ساعات بنبص له كده بنظره تانية. احنا يعني مرات كتير قوي وجود الرب مع واحد في مكان، حتى لو المكان ده مش كنيسه او لو مكانه، بيعمل حاجه تاثير للبيت كله. يعني مثلا بارك الرب بيت فوطيفار بسبب يوسف. بالظبط. يوسف سار مع الله وكان رجلا ناجحا. أيوة. النجاح ابتدى بيوسف. أيوة. وتواجد في مكان مش مكان، يعني ده بيت فوطيفار مش كنيسه ولا صلاه، لكن كان بالرب بيبارك البيت ده عشان ربنا هنا. بالزبط. يعني قوه احضار الله في المكان او طلبه احضار الله في المكان وعباده الله وخضوع لله بتعمل ايه بقى؟ ما هو احنا مش عايزين يرتبط في ذهننا فكره انه النهضه او الاصلاح بيبدا بمكان محدد. لا،
هي الفكرة المكان هنا بحضور الله بكيان الله. فإذا كان مثلا أوقات كان بولس يلف ويروح البلاد يخدم لكن كل شوية يرجع لأورشليم لأن أورشليم بالنسبة له كانت تمثل محضر الله. لما كان مثلا الشعب إن هو يدخل للهيكل ويعبد الله لأنه ده كان يمثل ليهم محضر الله. لكن إحنا نشكر الله لأنه محضر الله مش مرتبط لينا بجدران. الله لا يسكن في هياكل مصنوعة بيد بشرية. ما هو مثلا هقولك حاجة، بولس كان فين؟ بيوعظ عند البحر مثلا، ده حضور الله. انت بتقول لي مثلا عشان يعني برضو نقدر نوضح، لما بتكون في جورجيا وعايز تعمل حاجة في الصالة في القاعة في الشارع في اي حتة، ما دام انت تجيب ربنا في المكان وتجيب المؤمنين في المكان ويجتمعوا مع بعض، يقدر الرب يعمل ايه؟ يعني انت كده بتقول ان الكنيسة ليست لها حدود مثلا، بس كده الكنيسة مش بس ليس لها حدود، أو هي المكان الذي يوجد فيها الله مع الناس. الكنيسة هي كل الأرض. وده اللي عايزين ننطلق منه. الكنيسة مش للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. بس الحتت اللي اتلعنت دي لما بتيجي قداسة الله مع المؤمنين بتغير بقعة كده. زي أنا افتكرت بحتة كويسة زمان، مثلا كنا بنسأل لما تعمل شارع في أرض زراعية جديدة، فواحد بنى في أول الشارع بيت والتاني في النص والتالت في الآخر والبيوت في النص لسه ما اتبنتش، فالأولاني ركب لمبة قدام الباب والتاني ركب لمبة، لكن باقي الشارع لسه كله إيه؟ مظلم على منور كده يلحق. أول ما تتبني البيوت وتتصفوا كلها كده تلاقي الشارع كله إيه؟ انتظم ونور ومواصلات وعربيات واتسفلت. الكنيسة نفس الوضع، حتة 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 حتة. وعلى فكرة كلمة كنيسة أصلا هي جماعة المؤمنين. فعشان كده إحنا بنعمل إيه؟ بنحس إن الله دلوقتي بقي قريب مننا وإن إحنا مع الرب الإله. بالزبط. طيب إحنا قلنا المكان ليه أهمية مش كده؟ بالضبط. وإنت شرحت لنا الأهمية بتاعتها. معنى يعني تقدر تلخص لي في إن المكان بالكيان بالحتة دي علشان نصلي صلوة دلوقتي مع الناس حالا؟ أنا عايز ألخص كل ده بعبارة واحدة. أيوة. كتبتها بتقول كده ان محضر الله هو اعظم مكان للتغيير. الله. والابتعاد عنه هو نفسه التدمير. ولا تاني، محضر الله، محضر الله اعظم مكان للتغيير، مكان للتغيير، والابتعاد عن محضر الله هو نفسه التدمير. يعني لما بنبتعد عن محضر الله ده تدمير حياتنا وتدمير مجتمعنا. حضرتك بقى دلوقتي مدام كده احنا عايزين ندخل محضر الله بالظبط، ونجيب الناس كلها اللي معانا على الشاشة وتيجي معانا دلوقتي ندخل محضر ربنا عشان نغير. اللي عايز يغير يجي معانا. جناب الأسيس هيصلي صلوة صغيرة خالص مختصرة، فيها بيقول له يا رب احضر في وسطنا. انت قاعد هناك الله هيحضر، انا قاعد هنا الله هيحضر. فضل عبد الأسيس صلي. عايز اقول لكل واحد واحنا بنصلي دلوقتي انه انت مش محتاج انك تقوم وتروح مكان معين عشان ده يكون هو الكنيسة بتاعتك. ايوه. لكن كنيسة الله، كنيسة الله هي مش مرتبطة بمكان ولا بشكل محدد ولا حتى بنظام وطقوس معينة. كنيسة الله هي الكنيسة العظيمة، الكنيسة المنتصرة، الكنيسة في كل العالم. كنيسة الله هي ان كل ركبة تسجد للرب، زي ما قال كده الرب يسوع لسامرية في يوحنا 4 انه الله طالب مثل هؤلاء الساجدين بالروح والحق. أيوة. خلونا دلوقتي بالسجود بالروح والحق نعترف ونتوب عن خطايانا امام الله. نرجع للرب ونطلب من الله فعلا انه يرجع الينا. وكمان نطلب من اجل اخواتنا. احنا بنصلي لاجل كل الاماكن اللي بتضرر لاجل اسباب متعددة، ان كان امنيا سياسيا اقتصاديا روحيا. عايزين نطلب دلوقتي حضور الله على بلادنا وعلى عالمنا. اذا كان في المزمور بيقول انه للرب الارض وملؤها، احنا نثق ونؤمن انه الرب يملك هذه الارض وهو يغير هذا العالم. يا رب احنا بنطلب انك ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الارض. ترسل روحك يا رب فتخلق وتجدد وجه الارض. يا رب انت روحك يغير الخريطة الان. اذا كان العالم بيتكلم عن تغيير الخريطة، لكن احنا بنثق انه في خريطة سماوية عندك. وانت يا رب بترى هذا العالم يا رب بحسب نظرتك. يا رب بصلي يا رب بتوبة فردية لاشخاص
وأولهم أنا عشان يكون في تغيير واضح في حياتي. وأيضا يا رب بالتوبة في حياة الكنيسة وفي حياة بلدنا. نعم يا رب تعالى ارسل روحك لتخلق وتجدد وجه الأرض من جديد. احنا بنشكرك لأنه بنثق يا رب ان انت ليس لديك مانع ان تخلص بالقليل والكثير. واحنا بنثق ان حضورك يا رب, حضورك الآن هو في كل مكان مع كل من يسمع, لأنك يا رب مع هذا أنت تحضر مع المنسحق الروح والمنكسر القلب, ولك كل المجد. آمين. آمين أحبائي, إلى اللقاء في حلقة قادمة. احنا عرفنا المكان هنا مهم جدا, وواحد خد خطوة في مكان المكان اتفتح. ربنا يبارككم, وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم خطوات على الطريق. خطوة قدام, خطوتين ورا, مسافر وتايه على فين يا ترى؟ لحد ما شفت اللي بيرشد لي خطواتي, غير لي مسار حياتي. يسوع اللي دور عليا والدم قلبي اشترى.